بدأنا قبل 28 سنة بالسفر إلى دولة اسمها ملاوي. بدأنا وكانت فرصة لنا للتحدي ولإثبات وجودنا رغم مضايقات كثيرة حصلنا عليها سواء من مستوى الحكومة أو المخابرات، ونحمد الله ونشكره أن نسبة المسلمين ارتفعت خلال 28 سنة من نسبة 17% إلى أكثر من 51% الآن. وفي سنة واحدة من أيتامنا تم تخريج 30 طبيب مسلم، 12 مهندس، 6 محاسبين، و6 يحملون الدكتوراه، غير التخصصات الأخرى اللي ما راح أضيع وقتكم فيها. اللي حصل ملاوي حصل في أماكن كثيرة، والتوفيق كان أولا من الله سبحانه وتعالى، ثانيا من الإصرار على أن يجب أن ينجح الإسلام والمسلمين في معركتهم في إفريقيا.